يلا بسم الله الرحمن الرحيم. IIS Internet Information Service. ايه بقى الفيتشر ده او ايه الرول دي؟ دي المسؤولة ان هي بتحول جهاز الكمبيوتر بتاعي لويب سيرفر. بتحول الجهاز ايه يا شباب؟ لويب سيرفر. انا هنا مقومة ثلاث مكانات، ده الدومين كنترولر، ده جهاز انا مسميه NLP1، ده اللي انا هتعامل معاه دلوقتي معاملة الويب سيرفر. تمام؟ سيبكم من المكنة التانية وهنعرف كمان شويه ليه انا مسميه المكنه NLP1. تمام؟ الهوست مين بتاعها اصلا NLP1 ومنبر من الدومين، وحط عليها كارت شبكه واحد الاي دي بتاعه 110. تمام؟ ده اللي انا عايزه زي ما اتفقنا احوله لويب سيرفر. ازاي؟ اول حاجه كالعاده ان انا بسطب رول، اد رولز اند فيتشرز، نيكست نيكست. هضيف ايه بقى من الرولز دي؟ الاي اس، اد فيتشر، نيكست نيكست، واكمل نيكستيت. تمام؟ انا بس هاجي هنا بس دلوقتي كده تحت الاف تي بي، هسطب الاف تي بي سيرفيس. تمام؟ لان كمان شويه برضه هنشرح النهارده ان شاء الله الاف تي بي بروتوكول. الاف تي بي لو نفتكر كده مع بعض كان وظيفته ايه؟ ايوه، فايل ترانسفير بروتوكول، وظيفته داونلود واوبلود. فانا هسطبه دلوقتي عشان كمان شويه برضه هحتاج ان احنا نسطب الرول بتاعه الاف تي بي. على فكره ممكن اشيل علامه الصح دي وبعد ما نخلص شرح الاي اس ادخل تاني تحت اللي هي ادرول وابدا ان انا اسطبها تاني. اقول لكم تعالوا شيلها حتى عشان اوريكم لو انا مش سطبتها بعد ما سطبت الاي اس ازاي ادفع. تمام؟ نيكست انستول. لغايه بقى ما يسطب كده عايز اجهز دلوقتي الويب سيرفر بتاعي. تمام؟ فلو نزلت دلوقتي تحت السي، تمام، بعد ما يخلص اصلا تسطيب هلاقي هنا فولدر ظهر اسمه انيت باب. تمام؟ فوقف كده بس الفيديو لغايه ما يخلص تسطيب وندخل جوه الانيت باب ده نشوف ايه اللي جواه لغايه ما يخلص تسطيب. السؤال بتاع ابراهيم حلمي، ده السيرفر ده مش بتمنع بيه مواقع وتفتح بيه مواقع، السيرفر ده انت بتحط عليه الموقع بتاع الشركه واليوزرز بعد كده يبداوا ان هم يكونكتوا من بعيد يشوفوا الموقع. تمام؟ زي ما بتدخل على اي موقع. طبعا الاتجاه اللي عندي دلوقتي للكلاودنج، انا قلت لكم قبل كده انا هنا في الشركه انا مش عندي ويب سيرفر عندي هنا في الشركه، لكن عندي موقع انا مشيره بره في امريكا. تمام؟ متبلش بره نظام كلاودنج. لكن افرض دلوقتي ان انت عايز الويب سيرفر يكون عندك انت جوه الشركه بتاعتك. تمام؟ فالمفترض اصلا ان انت بتجهزه وتديله بابليك اي بي، او الافضل تديله برايفت اي بي وبنشيره من تحت فاير وول كده بطريقه معينه. تمام؟ عشان بره اليوزرز يقدروا يكونكتوا عليه. عايز تسمح بقى بمواقع معينه وتمنع مواقع؟ لا، ده انت بتتكلم في ان اليوزرز لما يجوا يطلعوا انترنت يشوفوا مواقع او يتمنع عنهم مواقع، يبقى انت كده بتتكلم في فاير وول. بتتكلم في ايه؟ فاير وول. في طريقه ثانيه سمبل. تمام؟ ان انت بتدخل في ملف كده تحت السي، هوريهولك دلوقتي باذن الله، او خليه في الاخر عشان بس ما ندخلش من حاجه لحاجه. تمام؟ فكرني بس في سؤالك في الاخر يا ابراهيم واقول لك ازاي تعمله بطريقه ثانيه لو انت مش عندك فاير وول. بس طبعا طريقه مش ريكومندد نهائي في البرودكشن، لان كده هتضطر ان انت تلف على اجهزه جهاز جهاز. تمام؟ فكرني بالسؤال ده في الاخر واقول لك ازاي ان شاء الله. المهم تاني، انا كده سطبت الرول بتاعه الاي اس، لقيت فعلا هنا كده ظهر عندي فولدر اسمه ايه؟ انت باب. لو دخلت جواه هلاقي في عندي هنا دب 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 روت. تمام؟ تقدر تحط بقى الصفحه اللي انت عايز ايه تتبلش هنا. باي ديفولت هلاقي في عندي فعلا في هنا صفحه. تمام؟ لو جيت على اي كاس كمبيوتر دلوقتي هتعامل دلوقتي مع الدومين كنترولر ده كانه كلاينت. تمام؟ وجيت فتحت البراوزر وقلت له هنا http://. الاي بي او الاسم احنا عارفين طبعا طالما ممبر من الدومين يبقى في دي ان اس. تمام؟ باي ديفولت الشاشه الزرقاء دي هي صفحه الويلكم سكرين بتاعت الويب سيرفر. طالما اصلا ظهرت يبقى معنى كده ان انت فتحت على السيرفر ده بورت 80 والدنيا شغاله فيه زي الفل. تمام؟ السيرفيس شغاله، بس انا مش عايزه الموقع ده، انا عايزه اشيل الموقع ده واحط ايه بقى؟ الموقع بتاعي. تمام؟ الصفحه اللي قدامكم دي هي دي. تمام؟ فانا هدلل ده بقى ديليت. تمام؟ وتعالى نعمل احنا صفحه بسيطه كده ويب سيرفيس او ويب سيرفر خفيف كده على قدنا. طبعا في البرودكشن في الحقيقه انت مش هتعمل الويب سيرفر بايدك، الصفحه دي او الموقع ده المفترض ان بيبقى فيه ديزاينر بيعمله لك وانت بتاخده تحطه في المسار ده وتشيره تبلش بس مش اكتر. تمام؟ طيب تعالى نعمل كده ملف تكست ونكتب جواه اي داتا. تمام؟ ايه انا مش ليه في ال HTML قوي، انا حاجات بسيطه، فبس تعالوا ننظم شكل الموقع بس مش اكتر. تمام؟ هخليه بولت واخلي الكلمتين اللي انا هكتبهم دول في السنتر واكتبه في النص. تمام؟ ومثلا الفونت سايز
هكبره شويه هخليه سي مثلا 10. تمام، نكتب بقى مثلا هيلو وورلد 1 عشان كمان شويه هنعمل موقع تاني. تمام، نقفل بقى الكلام ده. بقفل ازاي؟ نفس الهيلر. ايوه، بس باجي على كل واحد احط قبليه باك سلاش. يبقى هنا باك سلاش باك سلاش باك سلاش. ايه يا جدعان؟ سلاش سلاش مش باك سلاش. اللي هتتقلب على وشها كده هتبقى سلاش، اللي هتتقلب على ظهرها تبقى باك سلاش. تمام، سلاش. نصر بس الامتداد. تمام، اسم الصفحه ممكن يكون اي اسم. تمام، سي مثلا هسميها ويب. المهم عندي الامتداد يا اما يكون HTML او HTML، الاثنين صح. تمام، عايزه اشيره بقى جوه الكونسول بتاع الاي اي اس. هاجي تحت تولز وادخل تحت اي اي اس مانجر انترنت انفورميشن سيرفيس، ده اسم السيرفر بتاعي. ادي اتسايت، دي صفحة الهوم بيج اللي كنت قلت لكم عليها. طبعا في حالتي دلوقتي خلصت الداتا، فلو جيت ادخل تاني مش هلاقيها. تمام، لا انا هعمل لها بقى ريموف. تمام، واجي هنا كليك يمين واقول له ايه؟ اد ويب سايت، اسميه اي اسم، ده اسم اللي هي انا بس بيظهر هنا مش اكتر. تمام، الفيزيكال باس شاور على المسار اللي تحت السي، اللي تحت ان الباب. تمام، اللي تحت دب 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 روت. تمام، واوكي. هيلسن على اي بي كام؟ باي ديفولت اصلا بيلسن على اي بي، باي ديفولت بيلسن على اي بي كام؟ اللي هو الاي بي اللي عندي. تمام، افرض بقى السيرفر ده عليه اكتر من كارت شبكه، وكل كارت طبعا هيبقى له اي بي، او حتى الكارت ذات نفسه لو انا حاطه له اكتر من اي بي. لو انا حددت اي بي معايا يبقى هيلسن على الاي بي ده بس. لو انا قلت له قول ان اسايند يبقى معنى كده بيلسن على كل السيرفر، بيلسن على كل الاي بي، بيلسن على ايه؟ كل الاي ديات. اب تو يو، تعالى نعمل له هارد كود مثلا ان هو يلسن على مين؟ 110 على بورت كام؟ لو انا اخترت اتش تي تي بي هيلسن على بورت 80، لو اخترت اتش بي اس هيلسن على بورت، لو تفتكروا بقى اول الكورس خالص 443. تمام؟ لكن لو انا اخترت 443 في شويه شغل لسه لازم يتعمل، حاجه اسمها سيرتيفيكت، ودي اصلا لسه هناخدها. تمام؟ فانا في حالتي هخليه يلسن على كام؟ اتش تي بي 80 واوكي. تمام؟ كده الصفحه بتاعتي المفترض ان هي ستارتد وزي الفل. لو جيت هنا بقى على الجهاز اللي انا بتست منه ريفرش، ايه ده؟ مش هي دي الصفحه صح؟ ليه بقى؟ لو جيت على السيرفر هنا وقفت عليه هلاقي في عندي هنا كتابه اسمها او ايكون اسمها ديفولت دوكيمنت. الصح ان الهوم بيج بتاعتي اللي انا لسه مسميها قدامكم ويب دوت اتش تي ام ال، الصح ان كان يبقى اسمها اي واحد من دول، مثلا اندكس دوت اتش تي ام او اتش تي ام ال، مثلا ديفولت دوت اتش تي ام. تمام، فلو انا كنت سميتها اي اسم من دول ما كانش هتحصل معايا المشكله. طب انا مسميه الصفحه بتاعتي ايه؟ ويب دوت اتش تي ام ال. يبقى سمبلي هاجي هنا اقول له اد، ضيف لي كمان اسم الصفحه بتاعتي اللي هو ويب دوت. ايوه كده بقى، لو جيت له هنا اديت له ريفرش، ده الموقع بتاعي ولا لا؟ واضحه؟ طيب السيرفر ده هفترض ان انا عايزاه بقى يلسن على او يتشير عليه اكتر من موقع. ليه؟ انت مثلا شغال في شركه، الشركه دي كل وظيفتها ان هي بتبلش مواقع لعملاء، فانت مش عندك عميل ولا اثنين ولا ثلاثه، انت عندك عملاء كتير، اكيد مش على مستوى كل عميل هتجيب له سيرفر مستقل، فانت على نفس السيرفر ممكن ايه؟ تخليه يلسن على اكتر او تبلش عليه اسئله اكتر من موقع. عشان تعمل اكتر من موقع وتخلهم يعني يشتغلوا على نفس السيرفر، مش ينفع ان هم يكونوا كلهم بيلسنوا على نفس الاي بي ونفس البورت، مش هينفع. ابسط حاجه الريكوست اللي جاي للويب سيرفر هيبعته للموقع الاولاني ولا الثاني؟ ما الاثنين ليهم نفس الاي بي والاثنين ليهم نفس البورت. تمام؟ فقلت لك ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه يا اما ان انت تغير البورت، تعالوا نجرب الحوار ده كده. مش الويب سيرفر يا باشمهندس، انا عرفت ان هو بورت 80 اتقل اتقل اتقل. تعالوا نعمل مثلا موقع تاني. على فكره انا دخلت هنا تحت ان الباب وكررت لكم الصفحه بتاعتي، مش شرط، ممكن ان انا احطها مثلا على الروت بتاع السي. تمام، تعالوا بس نيجي هنا كده على دب 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 روت ده، اديت او اوبن ويز، افتحه ب نوت باد، اخد بس الكلمتين دول بدل ما اضطر اكتبهم تاني. تمام، تعالوا نعمل هنا موقع تاني مثلا فولدر اسميه ويب تول، وكريت جواه ملف تكست
هكتب فيه بقى المره دي ايه الورلد 2 تمام. وقلنا تاني ايوه الامتداد واسم الصفحه بدل ما اضطر اضيفها بقى جوه هسميها اندكس دوت اتش تي ام او اتش تي ام ال تمام. تعال نضيف بقى الموقع التاني كده سايت اد ويب سايت هسميه مثلا ويب 2. الفيزيكال باس بتاعي تحت مين؟ تحت السي. انت بتشاور على الفولدر ككل، بتشاور على ايه؟ الفولدر ككل بيلسن على نفس الاي بي، بس زي ما قلت لكم لو خليت الاثنين يلسنوا على نفس الاي بي ونفس البورت واحد هيشتغل والتاني لا، لازم تغير السوكت. احنا قلنا زمان ان السوكت معناه اي بي بورت تمام. الطريقه الاولانيه ان انت تغير زي ما اتفقنا البورت، فزي مثلا هتخلي الموقع ده بدل ما يلسن على بورت 80 هتخليه يلسن على بورت كام؟ 81. لو قلت له دلوقتي اوكي كده تمام. بص بقى لو اضيف له ريفرش كده بيدخلني على بورت كام؟ 80. لكن لو انا جيت هنا قلت له كولوم 81 دخلني على مين؟ الموقع التاني. ودي طريقه انا مش بفضلها نهائي. ليه بقى؟ اش عرف اليوزر ان هو المفترض انه يغير البورت، لازم تكون معرفه، واصلا اليوزرز العاديين مش فاهمين اصلا حوار بورت تمام. فالافضل طبعا ان انت تخليه لسن على نفس البورت. طب والحل؟ قال لك بكل بساطه خليه لسن على اي بي تاني، خليه لسن ايه؟ على اي بي تاني. تعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن مثلا في حالتي انا هاجي على كارت، انا السيرفر ده ضايف له دلوقتي كارت واحد تمام؟ فممكن اجي على السيرفر ده كده واديله او الكارت ده اسف واديله اكتر من اي بي. هقول له مثلا دلوقتي اد واديله اي بي كمان 111. يبقى معنى كده ان كارت الشبكه ده في حالتي هيلسن على ايه؟ is already assigned to another adapter. طب بلاش 111 edit، نخليه مثلا 115 تمام. يبقى معنى كده ان السيرفر بتاعي الكارت ده هيلسن على اكتر من اي بي دوت 110 ودوت 115. بالمناسبه الايرور اللي طلع من شويه ده لان السيرفر ده فعلا انا كنت مدياله كارت وكنت مدياله اي بي 111 وبعد كده دلته قبل ما انتوا تيجوا تمام. طيب تعال نعمل الكلام ده بقى كده. هاجي هنا على ويب 2 هقول له كليك يمين ايديت بايندنج تمام. هكليك عليه واقول له ايديت، خليه لسن على نفس البورت اللي هو 80 بس المره دي هخليه لسن على ايه؟ اي بي مختلف تمام. فتاني ممكن ان انت تيجي على كارت الشبكه نفس كارت الشبكه تحط عليه تخليه لسن على اكتر من اي بي، ودي طريقه انا مش بفضلها، او ان السيرفر ذات نفسه تحط عليه اكتر من كارت شبكه تمام. ليه افضل الطريقه الثانيه؟ افرض دلوقتي ان السيرفر ده عليه كارت شبكه واحد بس سرعته 1 جيج تمام، ومتبلش عليه مواقع كتير 100 موقع مثلا. ما هو ال 100 موقع اليوزرز وهم داخلين على الويب سيرفر كلهم هيستهلكوا باند ويدث من ال 1 جيج، فالدنيا واحده واحده هيبدا يحصل كونجيشن عليه ولا لا؟ يبقى الافضل ساعتها على مستوى مثلا كل موقع احط له ايه؟ كارت، على حسب طبعا عدد المواقع اللي انت حاططها، يعني اكيد مش هتحط له 100 كارت يعني. وضحت كده؟ تمام. تعالوا بقى نظبط الكلام ده كده. لو قلت له دلوقتي كلوز تمام، لو قلت له الاول الاي بي اللي هو 110 على بورت 80 دخلني على الموقع الاولاني تمام. لو قلت له 115 دخلني على مين؟ الموقع الثاني. يبقى يا اما ان انت تاديت البايندنج بتاع البورت، يا اما تاديت البايندنج بتاع مين؟ الاي بي. في طريقه افضل؟ اه. ايه هي؟ لا هخلص الاول يا نديم وبعد كده اخد اسئله ماشي. في طريقه ثالثه انا عن نفسي بفضل ان انا اخلي الاثنين يلسنوا على نفس الاي بي ونفس البورت، بس اغير الهوست نيم بتاع الاثنين تمام. يعني لو انا جيت دلوقتي على السيرفر ده كده هاجي على الموقع الاولاني كليك يمين اديت بايندنج تمام، اديت هخليه لسن على نفس الاي بي نفس البورت بس هديله هوست نيم مختلف، زي مثلا هسميه دب 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 1 دوت تي شوت دوت كوم تمام. وبالنسبه للموقع الثاني كليك يمين اديت بايندنج اديت، هخليه قلنا ثاني لسن على نفس الاي بي بس هخليه المره دي الهوست نيم بتاعه دب 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 2. مشكلتي في حاجه واحده دلوقتي، ايه هي؟ ان اساسا الكلاينت مش عارف مين هو دب 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 1 ولا عارف مين هو دب 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 2 صح. فكل اللي انت محتاج تعمله بقى تكريت ريكورد جوه الدي ان اس اللي احنا عملناه ده تمام. فهتيجي جوه الدي ان اس كده تمام، تحت تي شوت كليك يمين اقول له كريت لي ايه ريكورد،
اسمه دب 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 1 بيشاور على الاي بي اللي هو 110 صح؟ واتكريت لي ريكورد تاني باسم دب 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 2 بيشاور على نفس الاي بي. ايه ده، هو ينفع اكتر من اسم يشاور على نفس الاي بي؟ اه عادي جدا مفيش اي مشكله. تمام؟ فلو قلت له دلوقتي اد هوست كلوز تمام؟ تعالوا بقى المره دي كده هنا، لو دخلت هنا قلت له دب 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 1 دوت تي شوت دوت كوم، دخلني على مين؟ الموقع الاولاني. طب لو قلت له دخلني على دب 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 2 دخلني على مين؟ الموقع الثاني. يبقى تاني تقدر ان انت تبلش اكتر من موقع على نفس السيرفر، بس لازم تعدل في البايندنج. البايندنج يعني الربط. تمام؟ يا اما تخلي كل موقع فيهم يلسن على بورت مختلف، ودي طريقه انا مش بفضلها نهائي، يا اما تخلي كل موقع فيهم يلسن على اي بي مختلف، يا اما ان انت تخليهم يلسنوا على نفس الاي بي ونفس البورت بس كل واحد تدي له هوست نيم مختلف، وبالتالي لازم تعدل جوه الدي ان اس. اوقف بقى الفيديو واخد الاسئله اكتر. هنا دي ها معايا؟ تعالوا بقى ندلت اللي احنا عملناه، هدلت الاثنين ريكورد دول. تمام؟ وكنا برضو عملنا هنا ايه؟ ويب 2 ده خلاص مش محتاجاه ريموف. انا عامله دلوقتي موقع واحد بس. تمام؟ وهاجي هنا برضو على كارت الشبكه نشيل الاي بي الزياده اللي احنا كنا حاطينه اللي هو 115. تمام؟ نقلت بس كده بايندنج في الموقع ده. نرجع كل حاجه بس على الديفولت، بيلسن على الاي بي 110 بورت 80 ومش مهم هوست مين. تمام يا شباب؟ ندخل بقى على البروتوكول اللي بعديه اللي هو الاف تي بي. فايل ترانسفير بروتوكول. وده بروتوكول لو تفتكروا كنا قلنا وظيفته داونلود واب لود. اللي هما بروف 20 و21. كنا قلنا 20 داتا 21 كنترول، هتحدد ان انت تعمل داونلود ولا ابلود. تمام؟ اول حاجه محتاجه ان انا برضو هحول السيرفر اللي قدامي ده لاف تي بي سيرفر. تمام؟ يبقى اول حاجه محتاجه ان انا اسطب الرول، اد رولز نكست نكست. الفكره ان انا اوريدي سطبت الاي اس صح؟ فلو جيت دلوقتي تحت الاي اس وجيت اكبرها كده، دي كل السيرفيسز اللي جوه الاي اس، فانا في حالتي عايز اسطب مين فيها؟ الاف تي بي سيرفيس. نكست نكست انستول. تمام؟ نفس الفكره بالظبط، هيروح مكريت لي دلوقتي ده خلاص مش عايزاه يعني. تمام؟ هيروح مكريت لي هنا فولدر بقى باسم اف تي بي اهو، اف تي بي روت. هيكريت فولدر اسمه ايه يا شباب؟ اف تي بي روت. يخلص بس كده، وهنتعلم بقى ازاي ان انت اصلا تخلي اليوزرز يكونكتوا على الاف تي بي روت. طيب بعد ما خلصنا، لو جيت بقى دلوقتي هنا كده على فين فين فين؟ لو فتحت الاي اي اس كونسول تمام؟ ودخلت هنا تحت سايتس تمام؟ عايزه اضيف دلوقتي اف تي بي. لو انا قلت له هنا كليك يمين، المره دي ظهر عندي ايه كمان؟ اد اف تي بي سايت. تمام؟ هتسميه ايه؟ برضو اسم زي اللي هيظهر لي هنا ده، اي اسم عادي مش فارق معايا. اف تي بي اي حاجه. تمام؟ الفيزيكال باث هخليه يشاور على مين؟ ان الباب تحت اف تي بي روت. تمام؟ نكست هيلسن على انهي اي بي؟ برضه لو قلت له اول ان اساينت يبقى هيلسن على كل الايبيات ده في حاله لو السيرفر ده عليه اكتر من اي بي. في حالتي هقول له نو اس اس ال. تمام؟ ايه الاس اس ال؟ سكيور سوكت لاير. يعني معنى كده عايزه تعملي اساسا سكيورتي عليه ولا لا؟ احنا لسه اصلا مش اخدنا السيرفر بتاع السيرتيفيكت، وعشان كده لسه برضه هنأجل ده الكلام ده لقدام. تمام؟ لان برضه في حاله الاتش تي بي كان ممكن ان انا اخليه لسن على ايه؟ اتش بي اس، وبالتالي برضه هحتاج حته السيرتيفيكت دي. تمام؟ نكست. طيب انت عايزه تسمحي لمين؟ اليوزرز اللي كونكتوا على الاف تي بي سيرفر. الشائع اكتر في شغلنا ان انت بتسمح للانونيمس. بتسمح لمين؟ انونيمس. يعني ايه انونيمس؟ يعني قلنا قبل كده شخص مجهول الهويه. يعني معنى كده ان كل اليوزرز من حقهم ان هم يدخلوا على الاف تي بي سيرفر من غير ما يضطروا ان هم يكتبوا اي كريدنشلز، اي يوزر نيم واي باسورد. تمام؟ ده بالنسبه للاثنتيكيشن. طب بالنسبه للاثورايزيشن، ايه هي الصلاحيات اللي مسموحه ليهم؟ هخليها مثلا اثورايزيشن او انونيمس يوزر. الصلاحيات العاديه اللي هي يعني الديفولت بتاع اليوزرز اللي لهم انونيمس. تمام؟ هتدي لهم بيرميشنز ايه؟ الشائع برضه في شغلنا ايه؟ ريد. اركن الموبايل بدل ما هاجي يعني الزقك في الحيطه. هختار البيرميشنز ايه؟ ريد. فينش. تمام؟ هاجي بس دلوقتي تحت المسار كده،
تحت ال FTP تمام، ونحط جواه اي داتا كان بقى اليوزر عايز يعمل داونلود لملف مثلا، اي ملف تكست زي اي ملف مش شرط تكست يعني تمام. من اليوزر بقى تكونكت ازاي؟ طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت تفتح براوزر وتكتب لي هنا، اقصد يعني مش براوزر انترنت براوزر، اقصد فايل براوزر تمام، وتكتب لي FTP نقطتين سلاش سلاش الاي بي او الاسم بتاع السيرفر اللي هناك تمام. اخد دلوقتي او اعمل داونلود ازاي؟ سيمبلي هاخد كوبي واجي سي مثلا عندي على الجهاز بتاعي جهاز الكلاينت اعمل له ايه؟ بيست تمام. عندي مشكله بس هنا دلوقتي بيقول لي السكيورتي بتاعتك لازم تتظبط. حاضر. باي ديفولت عندي هنا اصلا علشان ده ويندوز سيرفر تمام، ففي الويندوز السيرفر باي ديفولت بيمنعني ان انا اعمل داونلود، علشان كده تعالوا نعدلها بقى كده بسرعه. هاجي هنا مش على السيرفر ده كده تمام، بيقول لي انترنت انهانسد كونفيجريشن اون، انا هخليها ايه؟ اوف. احنا مش قايلين هنعمل كده بالفانكشن تاني اللي هي بتاعت الاوف اوف دي اللي هي علشان ده ويندوز سيرفر، قال يعني بقى مايكروسوفت عايزه تحافظ بقى على السكيورتي عالي قوي، فباي ديفولت بتمنعك ان انت تعمل داونلود هنا. ده عشان ايه؟ الانترنت اكسبلورر او الفايل اكسبلورر اللي على ويندوز سيرفر. لكن لو كنت بتست دلوقتي من جهاز كلاينت عادي ما كانش هيعمل معايا المشكله دي. تعالوا نجرب الاول من هنا من الاكسبلورر FTP نقطتين سلاش سلاش، برضو بتدخل بال FTP عايز تعمل داونلود بتضغط هنا، ها تسيب ولا توبن ولا تكنسل. انا كده سيفته اوبن فولدر هيدخلك هنا تحت داونلودز تمام. كمان عايز اسمح بالداونلود، فلو دخلت هنا تمام على الاوبشنز وقلت له هنا انترنت اوبشنز وجيت هنا على التابة بتاعت السكيورتي هشيل علامة الصحة من انيبل بروتكتد مود يس تمام. طبعا هنا بقى لازم اعمل ريستارت للبراوزر بتاعي تمام، فعشان كده هدخل تاني FTP 110 كوبي. لو جيت مثلا عندك هنا فيست تمام، باكد تاني اللي انا عملته ده الايرور اللي كان طالع ده علشان انا على ويندوز سيرفر، لكن لو انت بتست دلوقتي من مكنه كلاينت عاديه قال يعني بقى مظبطين السكيورتي اعلى لمين؟ للانترنت اكسبلورر للفايل اكسبلورر على الويندوز سيرفر. واضحه كده؟ لو جيت دلوقتي هنا تحت ال FTP تحاول ان انت تكريت اي فولدر مش هينفع، لان انا مديه برميشن ايه؟ ريد اونلي. مديه برميشن ايه شباب؟ ريد اونلي. ده يدخلني بقى في الموضوع اللي بعديه. عايز دلوقتي اتعلم ال FTP بس عايز دلوقتي اعمله بيزك اوثنتيكيشن. يعني ايه بيزك اوثنتيكيشن؟ يعني مش الانونيمس يدخلوا كلهم، لا ده انا عايزه اسمح اصلا بيوزرز معينين هم اللي يدخلوا بناء على الكريدنشلز بتاعتهم. بناء على مين؟ الكريدنشلز بتاعتهم. يعني اي يوزر يجي يلوجن على FTP سيرفر يطلب منه كريدنشلز، يوزر نيم وباسورد، واحدد له البرميشنز بتاعتي تمام. طيب تعالوا نجهز الاول اليوزر نيمز والباسورد. فلو جيت هنا على السيرفر مانجر فين، لو جيت تحت تولز تحت اكتف دايركتور يوزرز اند كمبيوتر نكريت بس كده اتنين يوزر، نكريت هنا نيو ويو تمام عبير ونكريت يوزر تاني مالك تمام. وتعالوا بالمره برضو ريكومندد ان انا اكريت اساسا هنا جروب تمام، سي مثلا هسمي جروب ده FTP يوزرز تمام، واضيف جواه عبير ومالك. كليك يمين اد تو جروب سكسس تمام. نجهز بقى هنا لداله ال FTP ده. تعالوا نعمل واحد جديد، تقدر تكرر اكتر من واحد مفيش مشكله يا ابراهيم تمام. تعالوا اول خطوه خالص هاجي هنا على اي بارتيشن عندي على السيستم في مثلا الدي، واجهز ده ان انا احط عليه الداتا بتاعت اليوزرز، ان اليوزرز يكونكت عليه ويقدروا يعملوا جواه كمان ابلود للداتا بتاعتهم تمام. فتعالوا نكريت هنا فولدر
هسمي الفولدر ده مثلا STD داتا، تمام. واول خطوه خالص سكيورتي، اشيل الانهيرتنس. اشيل مين؟ اديسيبل الانهيرتنس، تمام. بيقول لي دلوقتي اعمل لها كونفرت ولا ريموف. طب سي مثلا هقول له ريموف، تمام، ابلاي، واضيف جواه بقى بعد كده اليوزرز، وادي بيرميشنز لليوزرز اللي انا مكريتهم. فهاجي اقول له ايه؟ انا دلوقتي عايزه اسلكت البرنسبل اللي اسمه، بدل ما اضيف يوزر يوزر بقى هضيف مين؟ الجروب. هتدي له بيرميشن ايه؟ هقول له شو ادفانسد بيرميشنز، حدد اللي انت عايزه. انا في حالتي مثلا هقول له اليوزر لما يجي يكونكت هيكونكت اصلا بايه، او هم من حقه ايه؟ يكريت فولدر ويعمل ابلود، ابند فايل او ابند داتا، معناه يعمل ابلود، تمام. يبقى انا كده مش هدي له بيرميشن حتى ان هو يكريت ملف. البيرميشنز بتاعتي ايه؟ يكريت، تمام، صح، يكريت فولدر ويعمل جواها ايه زي ما اتفقنا؟ ابلود، تمام. واقول الكلام ده هيطبق على ذيس فولدر اونلي. اوكي، حاجه كمان هقول له دلوقتي سيلكت برنسبل كمان، ان اليوزر او الكاتيجوري بتاع الكرييتور اونر اللي هيكريت اصلا الفولدر ده، تمام، ليه فول بيرميشن عليه، يبقى يقدر يعدل فيه دلته زي ما هو عايز. اللي كريت الفولدر ليه فول بيرميشن عليه، تمام. واوكي برضو على ذيس فولدر، تمام. اوكي زي الفل. تعالوا نجيب بقى ال FTP. هكليك هنا يمين واقول له ايه؟ اد FTP سايت، FTP الفيزيكال بس. فحالتي بقى دلوقتي تحت مين؟ تحت الدي الفولدر اللي اسمه FTP داتا. نيكست، بيلسن على الاي بي كام؟ كذا. انا مش عندي سيرتيفيكت. نيكست، هنا بقى مش تختار انونيمس، هنا تختار مين؟ بيزك اوثنتيكيشن. طب بالنسبه للاوثرايزيشن هختار هنا سبيسيفايد رولز اور يوزر جروبس، بمعنى على حسب اليوزر اصلا هتدي له البرميشن، او على حسب الجروب هتدي له البرميشن. طب مين هو الجروب بتاعي؟ هقول له هنا اسم الجروب بتاعي STP يوزر. هتدي لهم برميشن ايه؟ ريد ورايت، عشان كمان يقدروا يعملوا ابلود للداتا وفينش، تمام. تعالوا نتست. لو جيت دلوقتي من جهاز الدومين كنترولر ده، قلنا تاني هتعامل معاه معامله الكلاينت، تمام، STP. لو جيت ادخل دلوقتي على 110، هو كده لسه مكيش عندي. نمسح بس كده الكاش بسرعه. هقول له هنا clean internet options، delete browsing history. تمام كده دخل اهو، مسحت الكاش. هدخل دلوقتي بمين؟ عبير. لو قلت له لوجن، تمام، فتح فعلا الويندو بتاعت عبير. عبير دلوقتي لو جت تكريت فولدر زي مثلا هسميها عبير دوكس، الدوكيمنت بتاعت عبير. اخدتوا بالكم طبعا ان انا لما جيت هنا اقول له كليك يمين نيو، مفيش عندي الا مين؟ فولدر. طب هفترض ان انا عايز اعمل ابلود لداتا، ناخد مثلا الملف ده كده كوبي، تمام، واجي احطه هنا على تحت عبير دوكس كده، بيست، سمح لي بالابلود ولا لا؟ صح. طيب هقفله خالص، ندخل تاني FTP نقطتين سلاش سلاش الاي بي اللي هو 110، تمام. ندخل المره دي مالك، تمام. مشكلتي دلوقتي في حاجه، ان مالك شاف الفولدر بتاع مين؟ عبير. هو لو حاول ان هو ياكسسه مش هيقدر، لو حاول ياكسسه مش هيقدر. طب تعالوا نكريت له هو فولدر مالك دوكس، ونفس الكلام برضو اقدر ان انا اعمل ابلود للداتا بتاعته، تمام. لو جيت على السيرفر ده بقى، انا حطيت الداتا تحت مين؟ تحت الدي، تحت FTP داتا، ادي عبير دوكس وادي مالك دوكس. لو انا كادمن حبيت استظرف، هو انا ممكن ان انا اقول له كونتينيو وادخل على الداتا، بس قلت لكم ساعات عاده ده ممكن يعمل معايا مشاكل، يبقى باي ديفولت حتى الادمن مش تي اكسس ان هو يدخل على الملفات بتاعت، لكن لو قلت له كونتينيو هياخد الاونر شيب بتاع الملفات بتاعت. واضحه كده؟ طيب مشكلتي دلوقتي بقى ان انا لو جيت هنا قلت لكم تاني، انا شايفه انا داخله دلوقتي بمالك، صح؟ المشكله ان انا شايفه برضو الفولدر بتاع مين؟ عبير. يبقى شايفه الفولدرات بتاعت كل اليوزرز، تمام؟ لا، عايز اعمل حركه ثانيه بقى، عايز اتعلم ازاي ان انا اعمل ايزوليشن لليوزر. يعني ايه ايزوليشن لليوزر؟ يعني لما يجي اصلا يدخل جوه الاف تي بي سيرفر مش يشوف الا الفولدر بتاعه بس، لو حاول حتى يعمل اب مش هيشوف اي داتا ثانيه. واضحه اللي عايز اعمله؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ نقفل ده كده
وبالمرة عشان مش يعمل معايا مشاكل بس هاجي هنا تحت انترنت اوبشنز وندلت الكاش عشان بس لما نيجي ندخل كمان شوية مش يهيس ويبقى مسايب الكريدنشلز القديمة. تمام؟ هاجي هنا على ال FTP ممكن تعمل واحد تاني مفيش مشاكل. هقول له هنا كليك يمين ايه؟ اد FTP سايت. الفيزيكال باس هنا بقى هتقول له ان هو تحت السي تحت انتباب تحت FTP روت. تمام؟ نكت بالنسبة للاي بي 110 انا مش عندي سيرتيفيكت. بالنسبة للاثنيكيشن هتختاروا بيزك. هتختاروا ايه؟ بيزك. الاثورايزيشن مش هحدده دلوقتي لان كمان شوية هنعدله. هنحدد الاثورايزيشن كمان شوية. فينش. دي اول خطوة. الخطوة اللي بعديها ان انت هتيجي تحت المسار اللي احنا لسه شايفينه ده اللي هو تحت السي تحت انتباب تحت FTP مش عايزة الملف ده دلوقتي. هكريت هنا فولدر ماست ان يكون بنفس اسم الدومين. لازم يكون باسم ايه يا شباب؟ الدومين. وجواه تكريت لي اتنين فولدر باسامي اليوزر طبعا على حسب عدد اليوزرز اللي عندك. واحد هسميه مالك والفولدر الثاني هسميه عبيد. دي الخطوه الثانيه. تمام؟ الخطوه اللي بعديها هتيجي على الاف تي بي. انا خدوا بالكم انا حددت اثنيكيشن لكن مش حددت اثورايزيشن مش كده؟ هاجي هنا اسلكت عليه واقول له بالنسبه للاثورايزيشن دبل كليك على الاثورايزيشن واقول له اد الاو رول. اد ايه؟ الاو رول سبيسيفايد رولز اور يوزر جروبس. تمام؟ وتكتب لي هنا اسم الجروب اللي هم تبعه اللي هو اف تي بي يوزرز. مش انا ضايفاهم جوه جروب اسمه اف تي بي يوزرز. تمام؟ وادي له برميشن. كان ممكن ان انا احدد سبيسيفيك يوزرز بالمناسبه زي ما هو كاتب لك هنا كده وتفصل ما بين كل يوزر والتاني كومنت. بس طبعا الافضل في شغلنا ان انت بتلمهم جوه جروب وتضيف البرميشنز على مستوى الجروب. تمام؟ الخطوه اللي بعديها هسلكت تاني على اف تي بي واقول له اف تي بي يوزر ايزوليشن. باي ديفولت الاف تي بي مش بيسمح لي بالايزوليشن ده باي ديفولت. انا عايز اعدله بقى فاقول له هنا تحت اف تي بي ايزوليشن هقول له هنا يوزر نيم فيزيكال دايركتوري انيبل جلوبال فيرتشوال دايركتوري. يعني ايه؟ من الاخر كده بيقول لي هنا ان كل يوزر هيجي كونكت هيدخل على الفولدر اللي بنفس اسمه بس مش هيقدر ان هو يشوف اي فولدرات ثانيه. تمام؟ واقول له بعد كده ابلاي من هنا. تمام؟ تعالوا بقى نتست كده. لو جيت فتحت براوزر فايل براوزر لو جيت ادخل لو جيت ادخل بمالك الاول دخلني على ايه؟ الدوكيمنتس هنا. تمام؟ دي بتاعت مين يا شباب؟ دي بتاعت مالك بس. تعالوا نكريت له كده فولدر. هو احنا كنا ادينا برميشن احنا كنا نسينا ندي برميشن صح؟ نعدل بس كده البرميشن ايديت برميشن سكيورتي. تمام؟ ايديت هاجي هنا على الجروب اللي انا كنت ضفته. كنا نضيف على نسينا على فكره ان احنا نضيف اصلا برميشن على مستوى الجروب عشان كده اداني اكسس دينايد. تمام؟ الصح ان انا كنت اجي اساسا على اف تي بي. تمام؟ على الفولدر اللي اسمه اف تي بي روت ذات نفسه كليك يمين بروبرتيز وادخل على التابه بتاعت سكيورتي ايديت واضيف الاف تي بي يوزرز. تمام؟ وادي لهم موديفاي برميشن عشان يقدر ان هو يكريت الداتا بتاعته. فيا اما تعملها من هنا يا اما كليك يمين من هنا وتقول له ايديت برميشن وتدخل تحت سكيورتي ونفس الخطوات بالظبط. استمع اهو. تمام؟ كده بقى المفترض لو اديت له بس هنا كده ريفرش وحاولت ان انا اكريت تاني فولدر مالك دوكس. تمام؟ هقفل ونكونكت تاني ايه ده كله؟ ونكونكت تاني. تمام؟ اف تي بي 110 كده المرة دي هدخل بإيه؟ عبير. تمام؟ لو جيت دلوقتي أكريت هنا فولدر باسم عبير دوكس أنا لما جيت أدخل شفت الداتا بتاعت ملك؟ وده اللي كنت بتكلم فيه. واضحة؟ لو جيت على السيرفر ودخلت على المسار اللي هو الإف تي بي تحت تي شوت أدي الفولدرين هم اليوزر اللي اسمه عبير تحتي عبير دوكس ومالك تحتيه مالك دوكس. في أي أسئلة في الجزء ده؟